لأول مرة بالمغرب تجتمع لوحات الفنانة التشكيلية الشعبية طلال مع لوحات ابنها الحسين طلال في أعمال في المرآة، حيث عكس هذا المعرض الذي نظمته مؤسسة التجاري وفابونك على المرآة امتزاج الأحاسيس المتبادلة بين الأم وابنها دون حدود وتوجهات فنية تجسد شغفهما بالرسم وتجلياته. هي لأول مرة، وتنشكر لورغانيزاسيون دو التجاري وفامونك اللي جدوا هذا المعرض. لاول مره عملت الاعمال ديالي والاعمال الشعبيه بانتور، او المعرض الاول اللي كنا عملنا انا والشعبيه، عملت سيكسيون ديسا في 1970 في ايبيزا في لا غالغي ايفان سبنس، غالغي اونجليز. وثاني معرض عملناه في كوبنهاغ في غالغي دي كومونتا في 1980، ديما سيكسيون ديسان والشعبيه سيكسيون بانتور، ولاول مره لواحد ديالو لوحه الشعبيه تجمعوا في هذا العرض اللي هنا في تجاري وفابونك. وبعد مرور 12 سنة على وفاة الرسامة المغربية الشهيرة الشعيبية طلال، حرصت مؤسسة التجاري وفابونك للرعاية على تكريم هذه الأسطورة الحية للفن المغربي، والتي حظيت بمكانة هامة سواء في قلوب المغاربة بصفة عامة أو بهوة الفن التشكيلي في العالم بأسره. الشعبية المرأة بها قربتها للفن، كنت دابا دايرة تيسمو، يعني درت واحد الحاجة اللي هي مدرسة. أول مرتين شعبية في السبعينات في برازيل ولا في فرنسا، عدد ديال الفنانة من فواحد دي حتى الثلاثينات وكانوا تحت الأعمال ديال الشعبية تيسمو، كل واحد واسمو، ولكن خلقت فنانة في برازيل وفي باريس اللي تيعملوا بحال الشعبية، ولكن كل واحد والأعمال ديالو، ولكن الشعبية تيقولوا هي الأستاذة ديالنا سي نوتخ ماتخ. وهادو يعني دابا الشعبيه بعد تكونوا في باريس تلقى الشعبيه قاعده، هذا جابوني، هذا امريكاني، هذا حتى واحد ما تيهضر، يعني لا ميم لونغ، كلشي تيضحك كلشي تيتكلم. انا فرحانه اليوم انني جيت لهذا المعرض. علاش؟ لان اولا اول معرض ديالي انا كنت درته اونوماج الشعبيه، والستيل ديالي تقريبا ستيل الشعبيه بيان سور، لان الشعبيه راه كتبقى هي اول فنانه اللي خلاتنا حنا واحد المجموعه ديال النساء اقتدينا بها وتبعنا، حاولنا نخرجوا من ديك الحشمه ديال ان خصنا داك الشيء اللي عندنا نديروه. وفين ما كيكون شي معرض ديال الشعبيه بيان سور كنحاول نمشي ليه باش نشوف نعاود نشوف لواحد الشعبيه. وتستمر مؤسسه التجاري وفابونك بعيدا عن المعاملات الماليه للمجموعه في نشر وتقدير الابداع والثقافه في شتى تجلياتهما.